وقال إسماعيل والشيخ أحمد وزير الشؤون الخارجية الموريتاني إن بلاده سوف تقيم فرعا للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على أراضيها. وقعنا على مستوى الخارجية مذكرة تفاهم مع الأكاديمية لإنشاء فرع في موريتانيا من الأكاديمية يتعلق بكثير من الميادين، ولكن لكم الحق في السؤال الذي أشرتم إليه. موريتانيا عندها ميدانين إذا بإمكاني أن أركز عليهم، الميدان كل ما يتعلق بالاقتصاد البحري وخاصة الصيد. نحن من بلدان التي لها ذروة سمكية معروفة جدا وكبيرة، ولكن نحتاج إلى تقوية الطاقم البشري في هذا الميدان، تكوين الأطر، كما قلت الأمن البحري، مراقبة البحر، وكذلك حتى البحوث العلمية. خلينا نتكلم عن الاستزراع للسمك، هذا الميدان نحن ما زال عندنا فيه، ومصر لها تقدمت الأكاديمية خاصة في هذا الميدان لها حقيقة خبرة طويلة. ولكن الميدان الثاني، وأن موريتانيا الحمد لله السنوات الأخيرة حصل فيها استكشاف كبير للغاز في البحر ما بيننا نحن والسنغال، ويقال أنه من الاستكشافات الكبرى في السنوات الأخيرة في كل إفريقيا، وسيبدأ استثمار واستنتاج، يعني نتج الانتاج سيبدأ في سنة 2023، إذا لم تبقى لنا إلا سنة. إذا في ميدان كذلك ثاني بعد الصيد والاقتصاد البحري نهتم به هو الغاز،